بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أشياء تحجبك عن الله عز وجل. حقيقة ينبغي على كل واحد منا أحبتي في الله أن يتقرب من خالقه. أنت لو كنت موظف في شركة، أول شيء تسعى إليه أن تتعرف على مدير الشركة وتتقرب إليه لتحظى بميزات لا يحظى بها غيرك. عندما تتعرف إلى امرأة لتتزوجها أيضا تتقرب منها ومن أهلها إلى آخره. عندما تتعرف على صديق لك مصلحة معه مثلا فتتقرب إليه وتحاول أن تفعل أشياء يعني ترضيه لا تغضبه، لكي تحقق بعض المكاسب أو المصالح أو بعض الغايات. طيب أنت الآن كلك بيد الله، مصيرك بيد الله، حياتك بيد الله، طعامك وشرابك ورزقك بيد الله، مرضك وشفاؤك بيد الله، حياتك وموتك بيد الله. لا يصرف عنك الأذى إلا الله، لا يستطيع أحد أن يحفظك إلا الله. يعني أنا أذكر الرسام الذي أساء للنبي عليه الصلاة والسلام، مات محترقا، وطبعا نحن لا نشمت بأحد، الموت هو يعني حق وكل الناس سيموت، كل نفس ذائقة الموت، ونحن كمسلمين نحب الخير لكل الناس على فكرة، يعني ليس لدينا مشكلة مع أحد حتى مع الملحدين، ولكن نحن نشفق عليهم، نريد لهم الخير، نريد أن ننقذهم من النار، ولكن هم يصرون أو معظمهم يصرون على ذلك. هذا الرسام أيها الأحبة بعدما أساء للنبي عليه الصلاة والسلام تلقى تهديدات بالقتل، وأنا ضد هذا الموضوع. أنا بعدما قرأت القرآن قراءة دقيقة تبين لي أن المسلم هو أكثر الناس يعني مسالما، هو أكثر إنسان مسالم على وجه الأرض المسلم، لذلك اسمه مسلم من السلام ومن الاستسلام لله عز وجل، الخضوع لله والسلام مع الناس، هذا هو المسلم. ولكن الملمح الذي أحب أن نتأمله، لأن كل حدث لابد أن نأخذ منه عبرة. طيب هذا الرسام كان محاطا بحراسة قوية ولتمنع عنه الشر. طيب هل منعت عنه الموت؟ سؤال يعني. هذه الحراسة التي أحيط بها هل استطاعت أن تنقذه من هذا الحادث؟ لا. إذن أيها الأحبة، والله ليس لكم إلا الله، ليس لنا جميعا إلا الله عز وجل، هو الذي يستطيع أن يحميك في أصعب المواقف. سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر، والله لو أرسلت غواصة نووية لا تستطيع أن تخرجه من بطن الحوت. ولكن الله ماذا قال؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلذلك يعني هذا الرسام مسكين، أنا والله أشفق على هؤلاء، أنا أشفق عليهم، لأن يعني أسأت للنبي وعشت حياة تعيسة حراسة، لم تستمتع بهذه الحياة، وأنت أصلا لا تقتنع بوجود الله ولا تقتنع بوجود اليوم الآخر أصلا. طيب الآن ما هو مصيرك أمام الله سبحانه وتعالى وقد يعني ذهبت وأصبحت بين يدي الله؟ ما هو مصيرك؟ نار جهنم؟ طبعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نحن لا نستطيع أن نحدد مصير الآخرين، الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولكن نحن لنا العبرة. الإسلام أيها الأحبة، ميزة الإسلام أنه يعطيك طمأنينة وسلام. الذين آمنوا لهم الأمن. ما هو الأمن؟ تشعر بالأمن.
خارج الإسلام لا تشعر هذا الشعور، ولو امتلكت مليارات الدنيا لا تشعر هذا الشعور، لأنك تبقى قلقا من الموت، تبقى خائفا ماذا سيحدث بعد الموت. ولكن عندما تسلم وجهك لله عز وجل فقد استمسكت بالعروة الوثقى، استمسكت بحبل الله المتين، سوف تجد الراحة النفسية. وبالتالي أحبتي في الله، الذي يحجبنا عن الله بنسبة 100% الدنيا، مظاهر الدنيا. لذلك القرآن ماذا قال عن الدنيا؟ على الرغم من أن الله لم يحرم علينا أن نستمتع، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أحل لنا أن نستمتع بخيرات الأرض. ولكن ماذا قال أيها الأحبة؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا تعلمون كم مرة ذكرت في القرآن؟ ذكرت 115 مرة. والآخرة، كلمة الآخرة ذكرت 115 مرة، تماما نفس العدد أيها الأحبة. ماذا يريد القرآن أن يقول لك؟ يقول لك أحدث توازنا بين الدنيا والآخرة، لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة. كل الآيات التي ذكرت فيها الدنيا لابد أن تجد تحذيرا من غرور الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل الآيات التي فيها آخرة فيها مدح للآخرة، كل الآيات التي فيها كلمة الدنيا تجد تحذير. إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، آيات كثيرة تحذرنا من الدنيا. لذلك الدنيا هي الحاجب أو الحاجز الذي يمنعك من رؤية الحقائق، يمنعك من السعادة، يمنعك من التقرب إلى الله. فإذا أنا يمكن أن أقترح تقنية بسيطة فقط، تستطيع أن تستمتع بالدنيا وتمارس كل شيء، لا تغير أي شيء، فقط غير نظرتك للدنيا فقط. اعمل وادرس واستمتع بما أحل الله طبعا، ومارس كل شيء، ولكن مع إجراء بسيط أن تجعل نظرتك باتجاه الآخرة وليس باتجاه الدنيا. يعني أنا الآن أجلس هنا، أنا طموحي وأحلامي أن ألقى الله عز وجل. عندما أقوم بعمل أقوم به على أمل أن يجزيني الله خيرا يوم القيامة. عندما أصبر على شيء معين، على أذى معين، في رأسي أن هذا الصبر قد ينفعني أثناء النزول إلى القبر، أو أثناء لقاء الله، أو بعد الموت، أو أثناء العرض أمام الله سبحانه وتعالى. فقط غير نظرتك، بدلا من أن تكون نظرة باتجاه الدنيا وتعمل للدنيا وكذا، لا، اعمل من أجل الآخرة، والله سوف تكسب الدنيا والآخرة. وأنا أقول لكم هذا الكلام عن تجربة، وأنا أعيش هذا الكلام. إذا أردت الدنيا والآخرة معا، اجعل نظرتك تتجه وأهدافك وطموحاتك وأحلامك كلها بعد الموت. ستجد أن هذه الدنيا أصبحت بين يديك، أصبح لا قيمة لها. نحن ما الذي يتعبنا أيها الأحبة؟ الذي يتعبنا في هذه الدنيا أننا نلهث وراء شيء فاني، بينما إذا كان سعيك باتجاه الآخرة، من كان يريد العاجلة هي الدنيا، سميت العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولكن ما هي النتيجة؟ ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.
الله يمد الملحدين الآن، ويمد الكافرين، ويمد كل الناس، وبنفس الوقت يمد من يريد الآخرة. فكن أنت من القلة القليلة التي ستفوز بلقاء الله، وتفوز بنعيم الله يوم القيامة، وتفوز بالنظر إلى الله عز وجل. وكما قلت لك، ملخص هذه الحلقة: الدنيا هي التي تحجبك عن الله بمظاهرها، بالعمل فيها، بالجري وراء المال، وراء الشهوات، وراء النساء، وراء كذا وراء كذا. كل هذا أيها الأحبة عبارة عن لهو وعبث ومتاع قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع قليل جدا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم لقائه نلقاه وهو راض عنا جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.